عباد الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى، ولتكن التقوى في عقولكم لتكون عقولكم تحمل تقوى الحق، وفي قلوبكم لتحمل قلوبكم تقوى المحبة والرحمة، وفي أجسادكم لتحمل أجسادكم تقوى الطاعة، وفي مواقفكم لتحمل مواقفكم تقوى الاستقامة في الخط المستقيم، وهكذا في كل علاقاتكم، فإن لكل شيء تقواه، فللعبادة تقواها، وللسياسة تقواها، وللاجتماع تقواه، وللعلاقات تقواها، وللمواقف تقواها. لذلك أيها الأحبة، إن الله سبحانه وتعالى أعد الجنة للمتقين، فعلينا أن نعرف كيف نربي أنفسنا على التقوى، وكيف نتحرك في حياتنا فلا نقدم رجلا ولا نؤخر أخرى حتى نعلم أن ذلك لله رضا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. آراؤكم وتعليقاتكم تهمنا.